عاد ثلاثة أعضاء من فرقة البوب الكوري بي تي إس إلى ديارهم في دولة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين من لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية عقب رحلة فنية كبيرة حصلوا فيها على واحدة من أكبر الجوائز في الموسيقى، وتمكنوا من إقامة أربع حفلات موسيقية تميزت بالحضور الجمهوري الكبير، حيث وصل كل من جيمين وجين بالإضافة إلى المغني الشهير جون كونغ إلى مطار إنتشون الدولي في نحو الساعة الخامسة صباحا وسط حضور كبير من أغلب وسائل الإعلام في البلاد بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعجبين. وعلى الرغم من الاستقبال الحافل للفريق الكوري الشهير في مطار إنتشون الدولي، إن أعضاء الفريق الثلاثاء خضعوا إلى الحجر الصحي الإلزامي في منازلهم لمدة 10 أيام، وذلك تطبيقا لقرار الحكومة في كوريا الجنوبية إلزام جميع القادمين من الخارج ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، في الوقت الذي يقال إن باقي أعضاء الفريق وهم 4 ARM تشوغا وفي وجاي هوب أزالوا في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يعودوا إلى كوريا في الوقت الحالي، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين جمهور المغني الكوري الشهير هو أنه عاد إلى المنزل حيث يخضع إلى الحجر الصحي الإلزامي، ما أدى إلى ظهور شائعات عن إصابته بفيروس كورونا أثناء رحلته في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات في لوس أنجلوس والولايات المتحدة بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية. لكن وفقا لما نقلته وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، إن المغني الكوري الشهير عاد إلى منزله ويخضع إلى الحجر الصحي الإلزامي، وهو إجراء احترازي لتنفي عنه شائعات إصابته بالفيروس القاتل في الولايات المتحدة الأمريكية. شاركنا بآرائك، إلى اللقاء.